بالدور انا الملازم اول محمود بكور اعلن انشقاقي عن صفوف الجيش الاسدي المجرم وانضمامي لصفوف كتيبة صخور الشام، وهذه هويتي. انا الملازم اول طالب الطالب اعلن انشقاقي عن الجيش الاسدي المجرم وانضمامي لصفوف كتيبة صقور الشام، وهذه هويتي. انا ملازم سمير درويش اعلن انشقاقي عن الجيش الاسدي المجرم وانضمامي الى كتيبة صقور الشام، وهذه هويتي. انا المجند عبد الكريم الهير. انا المجند عامر ماير فرحات. انا المجند حميد نعسان. انا المجند بشير نعسان. ابراهيم رحال من قوى الامن الداخلي. انا المجند نزيل عبد القادر نعسان. الى القسم، الى القسم، اقسم بالله العظيم، 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 ان اعمل مخلصا، ان اعمل مخلصا ضمن كتيبة صخور الشام، ضمن كتيبة صخور الشام، لحماية الارض والعرض، لحماية الارض والعرض، ومحاربة عصابة الاسد، ومحاربة عصابة الاسد المجرمة، المجرمة، حتى احقاق الحق، حتى احقاق الحق، ونصرة المظلوم، ونصرة المظلوم، والله على ما اقول شهيد، والله على ما